أهلاً بكم إلى هذا الموجز الإخباري نقدمه لكم من قناة زومسا تي في بطنجة. غادر الملك سلمان بن عبد العزيز مدينة طنجة مساء أمس الخميس متوجها إلى مدينة جدة بعد إجازة خاصة قضاها بالمدينة منذ أول شهر غشت المنصرم. وكان في وداع الملك السعودي بمطار ابن بطوطة بطنجة رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي ووالي جهة طنجة محمد يعقوبي والقائد المنتدب للحامية العسكرية بطنجة محمد المرابط وعدد آخر من المسؤولين المغاربة. سيتنفس كل من إلياس العمري نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وسعيد خيرون رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير على منصب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان في انتخابات مكاتب الجهات يوم 14 من شتنبر الجارية. خيرون والعمري وضعا ترشيحهما لدى ولاية طنجة بشكل رسمي وسط سباق من أجل تشكيل أغلبية داخل ثاني أهم جهة في المغرب. إلى عالم الرياضة حيث سيحل فريق اتحاد طنجة يوم غد السبت ضيفا على شباب الريف الحسيمي برسم الجولة الثانية من القسم الوطني الأول. المباراة تجرى على أرضية ملعب ميمون العرسي في الساعة 5 مساء. فارس البغاز الذي دشن بداية موفقة خلال الجولة الأولى من البطولة الوطنية يطمح إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية. وصل فريق المغرب التطواني مساء أمس الخميس لمدينة لومبامبيشي الكونغولية وسيجري الفريق التطواني أول حصة تدريبية مساء يوم الجمعة على أرضية الملعب الرئيسي الذي ستجرى فيه المباراة التي ستجمعه بفريق تيبي مازيمبي الكونغولي برسم الجولة الأخيرة من دور المجموعتين لعصبة أبطال إفريقيا يوم غد السبت على الساعة 2:30 زوالا. هذا الخبر للموجز في أمان الله.